ظهرت نتيجة الثانوية العامة التي شغلت بال الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، وبالتزامن مع ظهورها تساءل الكثير عن موعد فتح باب التظلمات. وفي تغطيتنا الآن سنوضح لحضراتكم كل شيء يخص تظلمات الثانوية العامة، من موعدها وكيفية التقديم فيها وسعر المادة التي تم تخفيضها عن العام الماضي. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، هناك بعض الطلاب يريدون أن يتقدموا بتظلمات في بعض المواد، لذلك قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لتظلمات الثانوية العامة بداية من بعد غد الخميس الموافق 3 أغسطس، وسوف تستمر فترة تقديم التظلمات لمدة 15 يوما فقط. كما قرر تخفيض رسوم التظلمات لتصبح 200 جنيه للمادة، بعدما كانت العام الماضي 300 جنيه للمادة في تظلمات الدور الأول. وتقديم التظلمات سيكون إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة الواضح أمام حضراتكم الآن على الشاشة. وبعد الدخول عليه يجد الطالب رسالة عاجلة من وزارة التربية والتعليم نصها كالتالي: بوابة تظلمات الثانوية العامة، انتظرونا قريبا، سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد، ويمكنكم الاطلاع على بريدكم الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على الرابط التالي. ولكن بعد فتح التظلمات والتسجيل على الرابط، يتم تحديد موعد الاطلاع على أوراق الطالب في المادة المتظلم منها، ويكون الاطلاع على أوراق إجابات المتظلمين في مقرات الكنترولات وسوف يتم فحص أوراق الطلاب بمقرات قريبة منهم بدلا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر. كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الطالب سيحصل على صورة ضوئية من ورق الإجابة مع إتاحة نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وسوف يسمح للطالب الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها. وقد تلقينا العديد من الاستفسارات من طلاب الثانوية العامة بشأن خطوات التقدم للتظلمات، والآن سنوضح لكم كل ما تريدون معرفته عن خطوات تظلمات الثانوية العامة. على الطالب أن يدفع أولاً رسوم التظلمات، وهي 200 جنيه للمادة التي يريد التظلم منها، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني التالية: البريد المصري وفوري ووقتي وإيجي باي وسداد وضامن وأمان ومصاري وبي وممكن وطلقة وموجة وخالص موبايل وأموال. بعدها يدخل على الرابط تظلمات الثانوية العامة، ثم يملأ البيانات المطلوبة ويحدد المواد التي يريد التظلم فيها. بعد ذلك يذهب الطالب لمقر التقدير المركزي بمفرده أو مع ولي أمره بدون اصطحاب مدرس المادة، ويجب عليه أن يلتزم بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويقدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي له ولولي الأمر، ويكتب ملاحظاته ويوقع عليها. وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي مؤتمرا صحفيا أمس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك بشأن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. أكد فيه أنه لم يحصل أي طالب هذا العام على مجموع 100%، وبالتالي فهذا يعتبر مؤشر لصدق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وقدرتها على قياس المستوى الحقيقي للطلاب. كما فجر مفاجأة سارة للطلاب خاصة بالتنسيق، وأكد أن النسب المئوية للحصول على الدرجات هذا العام بنتيجة الثانوية العامة أقل قليلا من العام الماضي، وبالتالي سيكون التنسيق أقل قليلا من العام الماضي.
وكشف عن النسبة المئوية لنجاح حسب الشعبة، حيث جاءت نسبة النجاح في علم علوم 78.62%، ونسبة النجاح في شعبة علم رياضة 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي 78.74%. كما أوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام كان 763,206 طالب، وعدد الحاضرين كان 759,676 طالب، ونجح منهم 598,723 طالب. وكان قد اعتمد الدكتور رضا حكازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8% مقابل 74.47% في نتيجة الثانوية العامة للعام الماضي. وقد هنأ الدكتور رضا حجازي في المؤتمر أوائل الثانوية العامة، وأعرب عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية. كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم سحبها من بنوك أسئلة وزارة التربية والتعليم، ولا توجد لجنة فنية تعد الامتحانات، ولكنها فقط تراجع الأسئلة. وقال أنه تم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج إجابة الامتحانات، وإن التصحيح لم يبدأ في أي مادة إلا بعد مراجعة نموذج الإجابة. وقد نوه وزير التربية والتعليم أنه كانت هناك كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ساعدت في ضبط عملية الغش، وأوضح أنه تم منع التحويلات وتم إلغاء لجان الشغب وتم تغيير رؤساء اللجان طوال فترة الامتحانات، وهو ما أدى بالطبع لنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة. ولفت أيضا إلى أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطى 2000 لجنة، موضحا أن المنظومة تضمنت أعدادا كبيرة من الملاحظين. وهذا العام تم التحقيق في 756 قضية غش خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وتم رصد مخالفات باستخدام أجهزة المحمول في بعض المحافظات. كما أوضح أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أبدا، ولكن كان هناك تداول بعد بدء الامتحان، وهذا يسمى غش وليس تسريب. لافتا إلى أنه كان هناك باركود على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله في غضون 5 دقائق. وأوضح الوزير أنه كان هناك 812 طالب مخالفين، وتم إحالة 641 طالب للنيابة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظ تم إحالتهم للشؤون القانونية. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت التقديم. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.